health systems in Yemen have collapsed. There's a lack of staff, there's a lack of medical supply, a lack of access for patients to be received at the health centers that are still functioning. Patients needing dialysis treatment, patients living with kidney failure in Yemen, have been forgotten in this war. I've been here since January of this year, and I've seen personally that there's health facilities in the country that are struggling to receive supplies, and the patients arriving at these centers aren't able to receive adequate care because of this. If they can access the centers, if they can cross front lines, if it's safe enough to get there, they arrive and find a lack of supply or a lack of staff to help them. وأيام الكهرباء بتنطفين كنا نعاني معاناة شديدة لهذا نزحت إلى صنعاء طلعت العائلة من مصاب العالي واستأجرت الآن بيت أنا وأولادي وزوجتي لأنه نشتي أسافر البلاد مع كثير يعني في طلع يعني في اليوم الواحد الغسيل يجي 1000 حق الصالون طلع بعشرة ونزل بعشرة ألف هذا اضطرينا نطلع هنا صنعاء مراكز الغسيل كلها يعني مكتظة بالمرضى مكتظة بالمرضى مليان المرضى ما فيش أنا هذا جهاز قارب والباقي كم يا مرضى لهذا نناشد ونطالب بأدوية والله إني يوم السبت تعبت قد كنت أموت رحت تواصلت في مستشفى العلوم والترك وجيء ب26 ألف إني بجمعها حق عيد الجهال قالوا يا بروح اغسل احنا ما عندناش شي عيد ولا عندناش شي شيء من جسمي كبير ما تحملش هو ما فيش ولا قطرة دم وهكذا كل المرضى وهكذا كل المرضى معاناة شديدة مشكلتنا احنا بالاساس المريض اذا لم يحصل على مواد الغسيل ممكن يؤدي الى الوفاة هذا بكل بساطة طبعا نقولها مشكلتنا نعاني من زحمة شديدة الزحمة هذه أدت إلى تقليص عدد الجلسات عند المرضى ووقت الجلسة تبع الغسيل أيضا تقلصت من 4 ساعات إلى 3 ساعات إلى 3 ساعات ونص لكي نستطيع استيعاب جميع المرضى طبعا الضغط الشديد هذا جاي نتيجة النازحين من مناطق الصراع من حقة من تعز من صعدة من هذا كله نازحين نحن قمنا باستقبالهم وبذلك كونوا كتلة ضغط على مركز الغسيل. طبعا خلال السنة ونص تقريبا الدولة لم توفر أي شيء من مستلزمات الغسيل. في خلال هذه السنة ونص حاولنا قدر الإمكان وبتعاون المنظمات الدولية ومنها منظمة أطباء بلا حدود استطاعوا خلال الفترة هذه أن يؤمنوا توفير المواد أو المستلزمات الغسيل للمرضى وإلا لكانوا أصبحوا جميع المرضى في خبر كامل.